بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان شهر الخير والبركة شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار وانا وفي هذه الساعات الاولى من هذا الشهر الكريم لنسال المولى سبحانه وتعالى العفو والعافيه مما اصاب البلاد والعباد واللطف بما نزل بنا وبغيرنا من البأساء والضراء اللهم امين وبعد فغرضنا من هذه الحلقه وما بعدها من حلقات امران الاول ان يزداد المسلم علما بان مبادئ الدين الذي يعتنقه وهو الاسلام تحقق نظريا وعمليا سعاده الفرد وسعاده المجتمع في الدنيا والاخره والامر الثاني ان يقتنع غير المسلم ممن قد يشاهد هذه الحلقات ان الاسلام ليس كما يصوره اعداؤه دين دماء وحروب وتضييق على معتنقيه، وإنما هو على العكس من ذلك دين سلام وتعاون وتسامح ورحمة متبادلة بين الناس، بل بينهم وبين الحيوان والنبات والجماد. شأنه في ذلك شأن سائر الأديان الإلهية السابقة في الرحمة بالخلق وانتشال الإنسان من أوحال الضلال وهدايته للتي هي اقوم كلما تفرقت به السبل واشتبهت عليه المسالك وضاعت طريق من تحت قدميه ولو سالتني ايها المشاهد الكريم عن اهم خصائص رساله الاسلام واولاها بالتوضيح والبيان فاني اجيبك في كلمه واحده هي الوسطيه والتي من اجلها سمي الاسلام دين الوسطيه كما سمي المسلمون امه وسطا وهذا ما نقراه صريحا في قوله تعالى في سوره البقره وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهذه الايه الكريمه حين نتاملها في ضوء الايه السابقه عليها والايه اللاحقه بها يتضح لنا اصاله موقع الامه الاسلاميه ومسؤوليتها في قياده الانسانيه وتصحيح مسيرتها. اما الايه السابقه فهي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقد نزلت هذه الايه لتقرر امرين. الاول حادثه تحويل قبله المسلمين في صلاتهم من بيت المقدس الى المسجد الحرام وسخريه المنافقين والمشركين وبني اسرائيل وانكارهم على المسلمين ان يولوا وجوههم في صلاتهم شطر المسجد الحرام. وامر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم سفاهتهم ويذكرهم بان المشرق والمغرب وارجاء الكون وجهاته كلها ملك لله تعالى لا شريك له. الامر الثاني بيان ان الله تعالى هو من يهدي من يشاء من عباده الى صراط مستقيم. وهذا الامر الثاني هو بيت القصيد الذي نهدف اليه واعني به وصف المسلمين بانهم امه هداها الله الى صراطه المستقيم في مقابل امم ضلت عن هذا الصراط وانه قد ان الاوان ان يتسلم نبي هذه الامه دوره في قياده البشريه فيما تبقى لها من حياة على ظهر هذا الكون، وإذا كان تحويل القبلة قد حدث في السنة الثانية من الهجرة فإنه مرتبط أشد الارتباط بحادثة الإسراء والمعراج في العهد المكي قبل الهجرة بعام، وما حدث فيها من إمامته صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وما ترمز إليه من تحول النبوة من بني اسرائيل الى بني اسماعيل، وما يعنيه ذلك من انه صلى الله عليه وسلم هو وارث مفاتيح النبوة من بني اسماعيل وبني اسحاق معا. فهو وارث ابراهيم ومن بعده الى ظهوره صلى الله عليه وسلم. وكان اجتماع الانبياء به في بيت المقدس كان احتفالا بتسليم مفتاح النبوه لهذا النبي العربي. واذا قرانا هذه الرموز في ضوء قوله تعالى في السوره نفسها: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين". اذا قرانا هذه الآيه فسوف يتضح لنا ان العهد الإلهي وهو امامه الناس لن يستمر في ذريه ابراهيم عليه السلام على وتيره واحده او ميراث طولي ممتد وانما سينتقل من فرع من ذريه ابراهيم بسبب ظلمهم الى فرع اخر يبقى معه الى اخر الزمان والحديث في هذا الموضوع طويل وشائق اما الايه الثانيه وهي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهي تضيف وصفين اخرين لهذه الامه. الوصف الاول انها امه وسط، والمعنى ان الله تعالى كما اخبر في الايه الاولى انه هدى هذه الامه الى صراط مستقيم فانه يخبر في الآية الثانية انه تعالى جعلها أمة وسطا وذلك إعدادا وتهيئة لها لأن تكون شاهدة على باقي الأمم ويكون نبيها صلى الله عليه وسلم شاهدا عليها ثم تأتي الآية الثالثة بأمر الله تعالى أمرا صريحا قاطعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه ومعه المسلمون في الصلاة إلى البيت الحرام والمراد به الكعبة لأن العرب تعبر عن البيت بما يجاوره أو بما يشتمل عليه والكعبة كما هو معلوم أول بيت للتوحيد وضع للناس في الأرض وإذا فها هنا دروس ثلاثة تتعلق بالأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث خصائصها التي تفردت بها او كادت تتفرد بها في موقعها القيادي في حياه الناس، وفيما يتطلبه ذلك التفرد من حضور دائم ومواكبه حيه مستمره، وتاثير فعال في صياغه الحضارات المعاصره والثقافات العالميه، وتوجيهها وجهه الصراط المستقيم. اما الخاصيه الأولى لهذه الأمة فتعني أنها أمة مهيئة إلى الصراط المستقيم ومن صميم دورها المنوط بها من السماء القيام بواجب الهداية إلى الصراط الإلهي المستقيم وقد يسبق إلى أذهان بعض السادة المشاهدين أن في هذا الكلام إطراء لأمة الإسلام ومدحا لهم مبالغا فيه ولكن أردت إظهار عظم الدور المنوط بهذه الأمة وثقله وضرورته لواقعنا المعاصر اليوم. انظر معي إلى مجمل خريطة العالم الذي نعيش فيه اليوم وقل لي أين تجد الهدي الإلهي المعبر عنه بالصراط المستقيم والذي يحتاج إليه عالم اليوم احتياج المريض الذي اصطلحت عليه العلل الخلقية والأمراض الاجتماعية الى طبيب نابه خبير بالعلاج والدواء الناجع اتجده في شوارع الدول التي ادارت ظهرها لله تعالى ولحدوده وشرائعه وقوانينه ام تجده في سياسات غطرسه القوه واقتصاد السلاح وتمزيق انسجه الشعوب لاشعال نيران الفتنه بين ابنائها ام تجده في سياسه الكيل بمكيالين ام في القيم الجديده الداعيه الى عباده الفرد ام في اجتياح ثقافه المثليه والشذوذ والانحراف وتدمير مؤسسه الاسره وتبديل خلق الله ام في التستر وراء ما يسمونه حقوق الانسان لتبرير التدخل السافر في شؤون الدول الداخليه والعبث بامنها وسلامها وقيم شعوبها وثقافتها وعقائدها وامر اخر جدير بالاعتبار في هذا السياق وهو المقارنه بين الامه الاسلاميه حين تعتصم بثقافه الجذور واصول التراث الثري بحقوق الانسان من المنظور الالهي لا من منظور النزوات الدنسه والغرائز الهابطه وبين الامم الاخرى التي لم تعد تعول في انساقها الانسانيه والاجتماعيه والاقتصاديه على اخلاق الدين وتوجيهات الوحي الالهي واستبدلت بكل ذلك اما نزعات الفرد على حساب المجموع واما نزعات المجموع على حساب الفرد حتى اصبحت ثروات الارض في ايدي قله قليله لا تعرف ما الفقر ولا البؤس ولا المرض ولا الحرمان واني أتساءل إزاء الأزمة الإنسانية التي تجتاح عالمنا المعاصر. أي نظام اجتماعي أو اقتصادي أو أية أمة من الأمم المعاصرة مزودة ببرنامج إلهي ذي أبعاد إنسانية وأخلاقية يؤهلها لإنقاذ الإنسان من أزمته المعاصرة غير أمة الإسلام والمسلمين. وأترك الإجابة للمشاهد الكريم. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته